انتظر انتظر، هي سوف يقولها كما ترى كما ترى. لما يقولها دوما؟ ألا يغيرها؟ أظنه يقولها عمدا ويطبعها على الملابس. يمكننا أن نسأله يوم الأحد. في أي ساعة اللقاء؟ التاسعة. حقا؟ حسنا. أتريد؟ بالطبع، أتمنى أكلها قبل العشاء. أنا أفعل ما أريد. رائع، تفضل. شكرا. جوي! آه! تعرف القواعد، الآيس كريم ممنوع قبل العشاء. هيا يا أمي، مسموح له، صحيح؟ إذن لو اتصلت بوالدتك الآن ستقول لي أنا أسمح له؟ هذا صحيح. آسف. لقد تناولت ما يكفي من الحلويات اليوم، وسوف تؤلمك معدتك بسبب هذا. غير صحيح، أستطيع أن آكل الكثير. خذ، تناول، جيد لأجل المعدة. أنا لا أريد الموز، لما أنت صارمة هكذا؟ كل شيء بخير؟ أخوك، إنه لا يلتزم بالقواعد. لا أعلم ماذا أفعل. المهم، هل تريد أن تأكل شيئاً؟ لا، أنا سآكل مع جيمي. أوكي، لكن سآخذ موزة. ميم كاف دال ميم لام، ماذا كان دارمان ليفعل؟ عما تبحث؟ تطبيق دارمان صدر للتو، إنه الوسيلة الأسهل. أرأيت هذا؟ أجل، يوجد مهرج شرير جدا فيه. حقا؟ أليس مخيفا للغاية؟ أوكي، حسنا، سأشغله. نعم، أجل. لن تقولا إنكما تخافان المهرجين؟ أنا لا أحب. سيظهر المهرج الآن، شاهد هذا، شاهد. أنا أحبك. جوي! لأنني سمعت أن هناك مهرجا مخيفا. توقفي عن إخافتي. لا أعلم لماذا خفت، كنت قادمة ل ها. محاولة جيدة، فهمت. ماذا؟ هذا لن يفلح. هاي، كنا نشاهده. ممنوع مشاهدة أفلام مخيفة ليلاً، تسبب الكوابيس. سأكون بخير، هيا. في المرة السابقة لم تنم في سريرك ونمت بجانبي. لا، غير صحيح، فقط أعيد الجهاز إلي. القواعد لا تتغير وأنت تعلم. هذا غير عادل. آسفة عزيزي، ديفيد راسلتني أمك وهي قادمة لكي تأخذك، وأنت عليك الذهاب للنوم، لا يجب أن تتناول الفشار الآن. لم تفسدين كل شيء؟ ماذا تفعل؟ تجاوزت التاسعة، لا يجب عليك أن تلعب ألعاب الفيديو. لحظة، سوف أفوز. جوي، لا تدعني أكرر كلامي. أنا سوف آخذ البلاي ستيشن. 5 4 3 2. حسناً، لا أفهم لماذا علي أن أنام حتى، إنها ليلة يوم الجمعة، يجب أن أنام متى ما أريد. إن لم تذهب للنوم الآن سوف تفسد يومك غداً. هيا انهض وقم بتنظيف أسنانك. حسناً، أنا ذاهب، وداعا أمي. أراك لاحقاً. كيف سيخرج وأنا لا أستطيع اللعب حتى؟ أنت تعرف الإجابة، شقيقك أكبر منك، هذا هو الفرق. حتى أنا علي العودة باكراً. شكراً، طالما أنكما تعيشان في منزلي فعليكما اتباع قواعدي. أكره المنزل وتلك القواعد، لا يسعني الانتظار حتى أنتقل منه. ميم كاف دال ميم لام، ماذا تقولين؟ رأيتها على الملصق، إنها تاء
تعني ماذا كان دارمان ليفعل؟ فهمت. واثق أن لديه فيديو، فهو لديه فيديو عن كل شيء. أجل. عموماً، وداعاً. هاي، لا تنسى أن تعود. أنا أعلم، لا تذكريني. وداعاً. انتبه. حسناً. صباح الخير يا جوي. ما كل هذا؟ نعم، إنه يوم سعدك، ستكون المسؤولية عليك. عن ماذا تتحدثين؟ لا يوجد قواعد لأربعين وعشرين ساعة. حتى العاشرة من صباح الغد، لذا استمتع. مهلاً، أنت جادة؟ أنا أستطيع فعل ما أريد؟ صحيح، لن أملي عليك ما تفعل أو ما لا تفعل. يا للروعة، ستكون هذه أفضل 24 ساعة. سنرى إذن. هيا تناول فطورك، أعددت البيض. لا، سأتناول الآيس كريم. على الفطور؟ كما قلت، افعل ما تريد. افعل ما تشاء. هاي، أنا ذاهبة إلى... واو، سكريات كثيرة. أجل، سآكلها كلها، أتعلمين؟ لن تمنعيني حتى. هذا صحيح. سأذهب إلى المتجر، هل تريد القدوم؟ لا. إنها الساعة الواحدة، هل ستبقى في ملابس النوم؟ ربما، إن أردت ذلك، أنا سوف أقرر. حسناً إذن، أراك لاحقاً. أوه، وأيضاً، سوف يأتي ديفيد، سينام عندي إلى الغد، سنسهر الليل بطوله نلعب، ونشاهد أفلام الرعب. أوكي، لتفعل ما تريده، القرار لك. هل تريد شيئاً؟ أجل، آيس كريم. آيس كريم؟ لا أصدق أن والدتك تسمح لك بهذا، مذهل. أجل، إنه... ماذا بك؟ إنها معدتي، ربما لأنني تناولت الحلوى. أجل. هيا أولاد، سوف أنام. ديفيد، تركت بعض البطانيات لك. شكرا. هل تحتاجان إلى شيء؟ نحن بخير. هل أنت واثق أنك لا تريد العشاء؟ قد تمرضاني إن... قلت نحن بخير. أوكي، فقط حاولا أن تناما ونظف أسنانكما. لا، تملي علينا ما نفعل. لو تحدثت لأمي بهذه الطريقة، لا أعلم ما سيحدث. كما قلت، أفعل ما أريده. أجل، حتى الغد. سأنام، أتلعب؟ ماذا؟ أنت لن تنام، سنبقى مستيقظين. أتريد فعل هذا؟ هل تمزح؟ بالطبع. أوكي. أجل، فزت. ديفيد، استيقظ. كم الساعة؟ صديقي، لم تصبح الثانية. هيا، لا يمكنك النوم. ألا نشاهد فيلم رعب سويا؟ ألا يجب علينا أن ننام؟ لا، علينا أن نستغل الأمر، لن نفعل هذا مجددا حتى. أوكي، شغل فيلما. حسنا، فلننهي ما كنا نشاهده أمس. ماذا سنفعل؟ اتصل بالشرطة. إنه في الخارج. سنفعل كل ما تريد، أرجوك. لا 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 لا. ديفيد، ديفيد، هذا كان مخيفا، هل رأيته؟ أنا آسف، لا يمكنني الاستيقاظ طول الليل. مهلا، ألا تريد النوم هنا؟ لا، سأنام على الأريكة. سلام.
مهلا، اترك الأضواء منارة. لا تكن جبانا. ما كان هذا؟ مرحبا. مرحبا. استيقظ. استيقظ. هل تخطط للنهوض من سريرك اليوم؟ جوي. لا 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 تقتلني. هل شاهدت فيلم رعب؟ أجل. إلى متى بقيت إذن؟ أنا لا أعلم، ربما الثالثة والنصف. مر جزء كبير من يومك وأنت نائم هنا. تعال إلى المطبخ، حضرت الفطور. أوكي. أوه، معدتي تؤلمني. هاي، اجلس. طبقك المفضل البانكيك. مستحيل، لن أتناول شيئاً حلواً مجدداً. معدتي تؤلمني بشدة. أنا حاولت تحذيرك. كم الساعة الآن؟ إنها العاشرة. ماذا؟ هل فوتنا لقاء دارمان؟ أولاه، إنه اللقاء. لقد نسيت أمره. لماذا لم توقظينه؟ لم أكن المسؤولة بل أنت، أتذكر؟ لا أصدق أننا فوتناه. أنتظره منذ أسابيع. ربما لم يكن عليكم السهر طوال الليل مع ألعاب الفيديو ومشاهدة الأفلام. أجل، هذه لم تكن فكرة جيدة. لذا اعتقدت أنه بما أنكم استمتعتما ربما سأدعكما تفعلان ما تريدانه اليوم أيضا. ما رأيكما؟ ماذا؟ مستحيل، بجدية؟ أوه، معدتي. أوه، لا. عليك تناول الآيس كريم. أرجوك، لا يمكنني النظر إليه حتى. سأتقيأ. أوه، كما تريد بالطبع. سأعطيك 24 ساعة أخرى. في الواقع لا بأس، أدركت الآن أهمية القواعد. أنا آسف على طريقتي. واو، هل تعني ذلك؟ أوكي، إذن بما أنني المسؤولة ارتدي ملابسكما لأننا سوف نذهب إلى اللقاء. مهلاً، انتظري لحظة، عن ماذا تتحدثين؟ ألم نفوت؟ تلقيت بريداً هذا الصباح يقول إنهم أجلوه حتى 11 صباحاً. لذا نعم، ستقابلان دارمان. أجل. شكراً لك يا أمي. على الرحب. أو. في الواقع أريد دقيقة، أريد الذهاب إلى الحمام. بالتأكيد. هو لا أصدق هذا، إنه هنا. ها هو، لا أصدق هذا. دارمان، لدي سؤال لك. أجل، ما هو؟ لما تقول كما ترى؟ حسناً، كما ترى. آسف يا رفاق علي الذهاب، لكنني سأعود وأجيب عن سؤالك في يوم آخر. عليكم الذهاب للفصل. سررت بلقائكم. وداعاً. وداعاً. ولن نعرف أبداً. في الواقع أنا أعرف. لماذا؟ كما تراه